ممكن، بس هل طبيعي اليوم انه انا اكون مجموعه انسان؟ يعني انا دائما اقول انا ما اعرف شخصيتي، يعني ما حد احد يسالني انت ايش شخصيتك، انا ما اعرف، انا قد اكون العصبيه، قد اكون الاجتماعيه، قد اكون المنعزله، هل هذا طبيعي اننا نكون مجموعه من الشخصيات؟ شوفي سؤالك جميل جدا، انا دائما بجاوب هذا السؤال بطريقه بسيطه. اجمل شيء في البني ادم كمية التناقضات الطبيعية. أنا شخص عندي تناقضات وأنت عندك تناقضات الطبيعية، ولكن التناقضات الغير طبيعية اللي بتوصل لغاية 7/10 أو 8/10 يعني إحنا ممكن نقول لا الشخصية فيها اضطراب. لكن يا جماعة والله هذه نقطة مهمة اللي إحنا بنقولها، التناقضات الطبيعية الشوية اللي في حياتنا جميلة ما نلعبش فيها. حلو. لا 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 لا، وأي حدا إحنا طبيعيين كده. طبيعيين. وأي حدا حيتفلسف ويقولك لا التناقضات اللي عندك غير طبيعية، مش هو اللي يحكم، لازم حدا يعني ممارس المهنة صحيح وفاهم هذا الشيء. ولكن في بعض التناقضات اللي في حياتنا هي جميلة جدا. مظبوط مظبوط. نعم. يعني احنا اليوم يعني مع تغيير المهنة ومع تغيير الأشخاص مع تغيير الناس يعني البعض يفسرها انه هذا قناع احنا بنلبسه امام الناس، يعني انا مضطر اني اكون بهذه الشخصيه في العمل ومضطر اكون بهذه الشخصيه الاجتماعيه مثلا مع الاقارب والاهل. فما ادري، يمكن اذا ذكرت انه المفروض انه هذه التناقضات طبيعيه الى حد ما. لحد ما لا، شوفي فكره ان انا في شخصيتي مختلفه مع الاصدقاء هذه في العمل طبعا لازم، لان انا اللي في العمل موجود معي هذا الزميل، وانا اللي زميل من الصعب جدا بمعنى أصح محدودة، يعني لازم تكون لازم يمر منهم 7 سنين في مكان عملي عشان يرتقي الزميل لمرحلة صديق. فمش يعني عملية التناقضات اللي احنا بنحصل فيها ردة فعل بناء على المجال اللي بيشتغل فيه. مزبوط. أو الشخص السلبي أنا للأسف حطرت عمل بهذه الشخصية. يعني احنا كلنا مجموعة إنسانة فينا من كل ضد وضد على قول محمد عبد